Today's journey through aesthetic realms will be presented in Arabic with subtitles in Olasese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, and Thai. أهلا بكم في برنامج رحلة عبر الممالك الجمالية على شاشة قناة كبيرة المعلمات. اليوم لنا الشرف بأن يكون لدينا فرقة فولكلور بغداد من أجل تقديم الجمال الأثيري للفن الموسيقي من المقام العراقي. بغداد هي واحدة من أقدم المدن في العالم. الاسم القديم لبغداد كان مدينة السلام. علماء عظام، شعراء ومهندسين معماريين وفنانين درسوا وتطوروا حتى سموه فوق أعمال الحضارات العظيمة الأخرى بما فيها بلاد فارس، الهند والصين. وبسبب حبها العظيم للمعرفة سميت بغداد أيضا مدينة الحكمة. ترجمة أخرى للاسم بغداد والتي تشير إلى المعنى هو باغ، والتي تعني الله، وداد تعني هبة، وبالتالي يكون معناها في الترجمة الفارسية هو هبة الله. وحرفيا المعرفة التي خرجت من هذا المجتمع الغني بالعقول كانت هبة إلهية للعالم. في أوائل العام 1800 قبل الميلاد، المدينة الآشورية المزدهرة نينوى كانت مشهورة أصلا بمبانيها الضخمة إلى جانب الزخارف الجميلة من المنحوتات واللوحات. الحدائق المعلقة في بابل بنيت في العام 600 قبل الميلاد، وهي تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع الأصلية. في الموسيقى تعرف العراق بالآلات الموسيقية الوترية، العود والربيب، إلى جانب اللحن الموسيقي المقام. فن المقام العراقي تم الحفاظ عليه على مدى مئات السنوات في كل من الميادين العلمانية والدينية. الجوهر الحقيقي لهذا الفن يأتي من كونه أنه تم الحفاظ عليه حياً من خلال الجهود المتفانية والتواقت للموسيقيين العظام. فرقة فولكلور بغداد هي فرقة حديثة النشأ والتي تسعى إلى الحفاظ على جذور الفن العراقي حياً. هذه الفرقة حسنة الضيافة والمفعمة بالطاقة تتألف من الموسيقيين العراقيين المهرة والذين يسكنون في ميشيغان الولايات المتحدة. مدير الفرقة السيد عدنان أسمر يبين لنا الهدف الموسيقي للفرقة. لماذا قد هجرتي؟ ونقدر نوصل التراث العراقي الماضي، نربطه بالحاضر ونخليه لأجيالنا بالمستقبل. الحقيقة الهدف من هذه الفرقة، وأنا ليس الهدف مادي، هدف إحنا نوصل كلنا اسم العراق، لأن العراق هو بدمنا، العراق هو أبونا، شربنا من مي العراق، فما نريد ننسى العراق. على الأقل العراق إذا هسه هو بحل حاله فرح يكون صوت العراق موجود، اسم العراق موجود، الأغنية العراقية موجودة حتى الناس تعرف شنو العراق. وإن شاء الله راح نطلع أغاني وطنية على النظام الشالغي لتغني باسم العراق من أمريكا، حتى نسمع صوت العراق إلى كافة الجالية العربية، وأريد نقول لهم أن العراق باقي بصوته بتراثه. أعضاء فرقة فولكلور بغداد يتضمنون موسيقيين بارزين: سعد ميسي، وسام عرابو، علاء الشكرجي، وعدنان يوسف. طبعا الفرقة جبنا شباب وطيبين وأصوات قوية جدا، ولا يعلى عليها فنان من ناحية المقام، وخصوصا أنها تشكلت فرقة من الأخ علاء الشكرجي العازف على القانون ومن العازفين الجيدين جدا.
وإحقار المقام، والله يرحم اليوسف عمر، والله يرحم ناظم الغزالي عدنان إن شاء الله تسمعوه، والأخ وسام عربو يعني معروف بالجالية هنا، والأخ سعد عازف على الطبلة من العازفين الجيدين، وهناك عازف آخر على الكمان إن شاء الله راح يلتحق بينا. تخطط الفرقة من أجل إعادة استنطاق نفس الجو العام المتناغم والأصيل كما في العراق مع الموسيقيين البارزين والمحترفين. أخطرت في بالي وأنا كنت في العراق، أسست سابقا فرقة الرافدين للشارق البغدادي، فهناك الخميس هي ليلة عطلة، هنا السبت هي ليلة عطلة بنفس معاني اللي كانت في بغداد، وكنا نحيه كل خميس، كلهم غنوا يمنا من مطربين المقام العراقيين السابقين. فلما جيت هنا اتصلت بالأخ علاء جاني ضليت من اسمه، فحبينا أن نسوي فرقة لوخ موازية لفرقة وادي الرافدين في العراق. بعد التدريبات القوية اللي راح نسويها راح نطلع في مهرجانات في إلى كاليفورنيا أو لوس أنجلوس أو شيكاغو، ونشوف حسب العقود اللي راح ترهم بيناتنا وبين الولايات الباقية. أما هم كل سبت راح يكونوا متواجدين فقط في مرحبة، ما عدا إذا بعض الاحتفالات إذا صارت إحنا مستعدين للمشاركة في أي مهرجان يكون باسم العراق. دعونا الآن نستمع إلى الأغنية الشعبية التقليدية التي تؤديها فرقة فولكلور بغداد. لها حكم لقمان، لها حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة العذراء مريم. ولحسن يعقوب وحشة يونس وآلام أيوب وحسرة آدم على جانب الوادي. رأيت حمامة تنوح بقلب موجع متألم. إذا حرم الله الدماء، إذا حرم الله الدماء بكتابه، إذا حرم الله الدماء بقرآنه وإنجيله، فما حرم التقبيل على الخد والفم. برنامج رحلة عبر الممالك الجمالية سيستمر في تقديمنا لفرقة فولكلور بغداد بعد هذه الرسالة القصيرة. ابقوا معنا من فضلكم على شاشة قناة كبيرة المعلمة. أهلا بكم مجددا في برنامج رحلة عبر الممالك الجمالية على شاشة قناة كبيرة المعلمات.
لقد استمعتم أنتم إلى مقتطف من أغنية عراقية تمت تأديتها من قبل فرقة فولكلور بغداد، والتي أسست من أجل الحفاظ على الموسيقى العراقية التقليدية وخاصة النمط الفني المميز وهو المقام العراقي. المقام العراقي يعتبر الشكل الأكثر كمالاً في المقام في العالم العربي، تعود نشأته إلى ما قبل 400 عام، وهو يتميز بغناء القصائد باللهجة العراقية أو اللهجة العربية الكلاسيكية. مقام هو فد نوع تراث البغدادي القديم أو التراث العراقي، فتغنت به الموسيقى العراقية، وكان قائد المقام العراقي الله يرحمه القبنشي، وهو مدرسة المقام العراقية. فعلى المقام هو فد شيء كان يرتمز به العراق في هذا اللون من الغناء. من بين الأكثر شهرة في القرن العشرين من مغني المقام العراقي محمد القبانشي ورشيد الكندرشي، وكانا يمثلان نمطين اثنين متميزين. بينما القبانشي ركز على عزف المحتوى، الكندرشي ركز على النغمات الموسيقية. هذه التقاليد الفنية الجليلة تم نقلها إلى مغني المقام الحاليين من أمثال الآنسة فريدة محمد علي والسيد محمد القمار من بين آخرين. في بداية التسعينات أو أقل من بداية التسعينات، بداية التسعينات بدأ المقام العراقي عندنا في بغداد، وحياته من المقامين العراقي معروفة عندنا كانت سليمة مراد، القبنشي، المرحوم ناظم الغزالي، المرحوم يوسف عمر، رشيد القندرشي. هناك عشرات وعشرات لا يذكر في ذهني من هم الآن، فهم المدرسة الأولى كانت. والمقام العراقي كان معروف في الوطن العربي كله، من خلال حتى في بيروت لحد الآن، في تونس، احنا رحت في تونس ورحت في بيروت، لحد الآن أغاني مع المرحوم ناظم الغزالي هي تردد في 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 جميع الوطن العربي. هذا الشيء هو اللي يختص بالأغنية العراقية. هي مدرسة المقام، هي مدرسة عراقية. المقام العراقي طلع كله من المدرسة العراقية. أي بالنسبة هذه أكو مدارس خاصة يمدروها، أكو مدارس خاصة بالعراق، أكو كلية، أكو معهد الفنون في عندنا في بغداد يدرس فن الموسيقى العراقية، فن التراث الموسيقي، وهذه يتخرجون من عندها بحدود يطول الطالب من 3 سنوات إلى 5 سنوات يطول الطالب في مدرسة الموسيقى العراقية. الموسيقيين العراقيين يستخدمون تشكيلة من الآلات الموسيقية والتي تتضمن العود، الرباب والسانتور. السيد أسمر يعرفنا إلى بعض من الآلات الموسيقية الخاصة بالفرقة، من مثل طبل الدمبي. هو يسمى 3 أنواع، يسمى الطبلة ويسمى الإيقاع ويسمى الدمبي، واللبنانيين يسموه الدربكة. هاي الآلة جت آلة قديمة جت من زمن السومريين ويسموها القانون. فهذه جت وضعناها من زمن، يعني جت آلة عراقية سابقة، من جت من القيثارة السومرية، جت من قيثارة السومرية. كما حال الفنون الأخرى، من أجل أن تصبحوا خبيراً في الموسيقى العراقية التقليدية، التعليم هو مجرد جانب واحد، ولكن الموهبة هي أمر أساسي. السيد أسمر يعزو هذه المقدرة الفطرية إلى نعمة الله. هذه هي الحقيقة، كل حالة من الحالات اللي تصير عند الإنسان هي موهبة. هناك إنسان عنده موهبة لأن يتعلم، هذه يقدر يتعلمها بشهر
أو يقدر يتعلمها ما عنده، بس ما عنده موهبة إرادة. فهناك مثلا هسه أستاذ سعد هذه موهبة من 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 رب العالمين، هو أصبح أصابعه إنه استعداد. فهناك موهبة ربانية كل إنسان، موهبة الكلام، موهبة الرسم، موهبة النحت، موهبة العزف، موهبة الغناء، هذه مواهب. فكل إنسان هذا من رب العالمين تجي له، فهذه مو هي. بس هناك مدارس تعلم ورا ما يكون عنده موهبة يروح يسقلها للمعهد الفنون الجميلة. يعني يصير عنده وهس أن يروح للمعهد، يصير عنده وهس لأن عنده هاي الموهبة يقوم يسقلوا له إياها. يعني مثل ما يكون مثلا واحد مغني ويروح إلى مدرسة الغناء يدرس يدرس المقامات، يدرس القانون. من أجل الحفاظ على تقليدهم الموسيقي وليقدموا الموسيقى العراقية إلى الجماهير الجدد، فرقة فولكلور بغداد تخطط للمشاركة في الفعاليات الثقافية والمهرجانات. لها إسناد قوي مع التمرينات المتلاحقة حتى نقدر نوصل بالفرقة إلى أعلى مستويات موجودة في العالم العربي أو في أمريكا. يعني ذات واي إحنا نريد نطلع من عندهم في الشيء يظل هذا التراث موجود في أذان الناس. يعني من أجل ختام حلقة اليوم، نحن ندعوكم إلى الاستماع إلى أغنية الشمس الساطعة، وهي أغنية فولكلورية عراقية تقليدية تمت تأديتها من قبل فرقة فولكلور بغداد، والتي تبرهن على تفانيهم ومهارتهم بالنسبة للمقام العراقي. كل من يحبك أحبك أحبك وأحب كل من يحبك وأحب الورد جوري عملنا بلون خدك أحبك أرجوك لا تعذبني وانت وحدك حبيبي أنا أحبك 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 أحب كل من يحبك وأحب الورد جوري عملنا بلون خدك مروا علي الحلوين وعذبون ونظراتي هيم الروح بيها رموني مروا علي الحلوين وعذبون ونظراتي هيم الروح بيها رموني مروا علي مروا علي مروا علي مروا علي مروا علي الحلوين وعذبوني مروا عجل يا صاح ما عرف السرهم وبتل العطر فواح ظل بأثرهم مروا عجل يا صاح ما عرف السرهم بتل العطر فواح ظل بأثرهم مروا علي ومروا علي ومروا علي ومروا علي مروا علي الحلوين وعذبوني
نحن ممتنون إلى السيد عدنان أسمر وكل الموسيقيين في فرقة فولكلور بغداد على مشاركتهم إيانا التقليد الجالب السرور للقلب للمقام العراقي. عسى أن ألحانكم المسالمة توصل رسالة الحب الأخوي إلى كل ركن من العالم. للمزيد من المعلومات بخصوص فرقة فولكلور بغداد من فضلكم زوروا الموقع الإلكتروني www.iraqiartist.org. مشاهدين الجميلين، شكرا لكم على حضوركم البهيج في حفلة اليوم من برنامج رحلة عبر الممالك الجمالية. البرنامج التالي النباتية طريقة العيش النبيلة مباشرة بعد نشرة الأخبار الجديرة بالذكر هنا على شاشة قناة كبيرة المعلمات. متمنيين لكم الكثير من اللحظات المباركة والمطمئنة في الحياة. Beautiful viewers, thank you for your charming presence for today's episode of A Journey Through Aesthetic Crowns. Up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living, right after noteworthy news here on Supreme Master Television. Wishing you many blessed and tranquil moments in life. For more details, please see www.suprememastertv.com/AJAR.